لما يقول لك شخص انه بتحسس من اكل شيء معين، قديش ممكن تاخذ القصه على محمل الجد وقديه بتكون مدرك خطوره هي القصه؟ لما نحكي عن التحسس الغذائي منكون عم نحكي عن شيء كتير شائع وكتير اشخاص بيعانوا منه، وكتير احيان بتكون الاعراض والمظاهر مقنعه، بس بنفس الوقت في كتيرين ما بيعرفوا يتعاملوا ببساطه مع الشخص يلي عنده هي المشكله. رح نحكي بهاي الحلقة والحلقة الجاية عن التحسس الغذائي، كيف بصير وبتطور وكيف منعالجه، ورح نناقش كل القضايا المتعلقة فيه. التحسس الغذائي هو رد فعل تحسسي من جهاز المناعة بجسم الإنسان اتجاه مادة أو أكثر بالطعام يفترض أنها غير ضارة بالحالة الطبيعية. الشخص ممكن تكون عنده حساسية لنوع أو أكثر من أنواع الطعام بنفس الوقت، بس تدخل هالمادة الجسم بحاول يقاومها، فبيبدأ جهاز المناعة غالباً ينتج أجسام مضادة، وهي الأجسام بتحفز ظهور أعراض الحساسية بغضون دقائق أو ساعات وربما أيام. غالباً بيكون وراء هالتحسس عامل وراثي، فوقت يكون أحد الوالدين مصاب بالتحسس تجاه مادة ما، فممكن تنتقل هالحساسية للأبناء، لكن من المستحيل نقدر نتنبأ إذا كان الطفل رح يرث من أهله تحسس تجاه مادة غذائية معينة. لكن بعض الأبحاث بتقول إنه الأشقاء الأصغر سناً للطفل المصاب بالتحسس من الفول السوداني رح يكونوا كمان حساسين للفول السوداني. أعراض التحسس الغذائي بتكون أكثر شيوعاً عند الرضع والأطفال، وممكن تظهر بأي عمر، ويمكن الشخص يصير عنده تحسس من أطعمة كان يتناولها لسنوات بدون أي مشاكل. هالشي بيصير بسبب عوامل بيئية وإنتانات فيروسية معينة. أي نوع من الطعام ممكن يسبب حساسية وتفاعل ضار، لكن في 8 أنواع من الأغذية بتسبب حوالي 90% من مشاكل التحسس الغذائي، وهي البيض، حليب البقر، الفول السوداني، فول الصويا، السمك، المحار، القمح، المكسرات. وببلادنا العربية منقدر نضيف السمسم كمسبب شائع للتحسس الغذائي، مع العلم أنه بياض البيض هو الجزء الأكبر المسبب للحساسية. كما تعتبر المكسرات عادة المتسبب بأشد ارتكاسات التحسس الغذائي، وبما أنه ما فينا نتنبأ بشو اللي بيحسس واللي ما بيحسس منا، لذلك يفضل أنه نتجنبها جميعاً مدى الحياة. أما بالنسبة للتحسس من بروتين حليب البقر، ففينا نتجنبه بسهولة عند الأطفال الرضع بالاعتماد على الإرضاع الوالدي الحصري أول 6 شهور من العمر، مع الانتباه لاحقاً لتجنب أي غذاء بيدخل بتركيبة حليب البقر. وضروري نعرف أنه أي كمية مناكلها من الطعام يلي ممكن يسبب لنا تحسس قد ما كانت صغيرة ممكن تحفز لنا ظهور أعراض التحسس. وهلأ لنتعرف على أعراض التحسس وأنواعه، خلونا نتابع هالتقرير سوا. معظم أعراض التحسس المرتبطة بالطعام تحدث عادة خلال أول ساعتين من تناوله، وفي أحيان كثيرة تبدأ الأعراض بالظهور خلال الدقائق الأولى. يمكن أن تؤثر هذه الأعراض على الجلد والجهاز الهضمي والجهاز القلبي الوعائي والجهاز التنفسي، كما تتراوح أعراض التحسس الغذائي ما بين الخفيفة إلى الشديدة، حيث تتمثل الخفيفة بحدوث طفح جلدي مع حكة أو تورم وانتفاخ في الشفتين، إضافة لحدوث إسهال أو إقياء وتشنجات في المعدة أو احتقان أنفي وصداع. في حال كان رد الفعل الأولي تجاه الطعام سبب مشاكل خفيفة، فهذا لا يعني أن جميع ردود الفعل ستكون مشابهة، فقد يؤدي تناول نفس الطعام مرة أخرى إلى رد فعل تحسسي أكثر شدة. لهذا السبب فإن أخصائي الحساسية لا يصنفون شخصا ما بشكل نهائي على أنه خفيف أو شديد التحسس للأغذية. أما على صعيد التحسس المفرط المعروف بالتأق، فيمكن أن يحدث هذا النوع في غضون دقائق من تناول الطعام، وهنا تعتبر الحالة قاتلة ومهددة للحياة، ويجب معالجتها على الفور عن طريق حقن الإدرنالين. ومن أعراضه تورم اللسان ما يؤثر على القدرة على التحدث أو التنفس، وتورم الممرات الهوائية، وشعور بالألم أو الضيق في الصدر، وصعوبة شديدة في التنفس، بالإضافة إلى صفير وسعال متكرر وصعوبة بالبلع.
يضاف إلى ذلك شعور بالدوار أو إغماء، شحوب الجلد أو تغير لونه إلى اللون الأزرق، إضافة لحدوث صدمة في الدورة الدموية تتجلى بتسرع النبض وهبوط مفاجئ بضغط الدم. بعد ما تابعنا أعراض التحسس، خلونا ننتقل لإجراء التشخيص اللي بيشمل طرح أخصائي الحساسية لأسئلة مفصلة حول التاريخ المرضي والأعراض، مثل أنه بيسألنا عن الشيء اللي أكلنا وعن الكمية اللي أكلناها، أو ممكن يسألنا عن الوقت الفاصل بين الأكل وبداية ظهور الأعراض. وأكيد رح يتم سؤالنا عن الأعراض يلي ظهرت وعن مدة استمرارها. بعد أخذ التاريخ المرضي، يمكن يطلب طبيب الحساسية إجراء اختبارات جلدية مثل حقن المادة تحت الجلد ومراقبة الارتكاس، أو ممكن يطلب منا اختبارات دم يلي ممكن تشير لوجود أجسام مضادة خاصة بغذاء معين بجسمنا. ببعض الحالات بيوصوا أخصائي الحساسية بإجراء اختبار التحدي الغذائي عن طريق الفم، اللي بيعتبر أكثر الطرق دقة لوضع تشخيص التحسس الغذائي. هذا الاختبار لازم يتم إجراؤه تحت إشراف طبي صارم مع توفير الأدوية والمعدات الطارئة. من الصعب تقدير معدل انتشار حالات التحسس للأغذية لأنها بتتغير بتغير السم، فحالات التحسس للبيض وحليب البقر واللبن المصنوع منه هي أكثر حالات التحسس الغذائي شيوعاً بين الرضع، لكن كثيراً ما تزول مع التقدم بالسن. وأيضاً بتشير دراسة جديدة إلا أنه حوالي 25% من الأطفال قد يتغلبون على التحسس من الفول السوداني. بتشير الإحصاءات إلى أنه التحسس الغذائي بيأثر على 4-6% من الأطفال وعلى 4% من البالغين، وأنه أكثر من 50 مليون أمريكي بيعانوا من أحد أنواع التحسس. كما بتشير وكالة المعايير الغذائية لوجود حوالي 2 مليون شخص ببريطانيا بيعانوا من التحسس الغذائي، وبيبلغ معدل الوفيات بسببها 10 أشخاص سنوياً. اليوم انتهت حلقتنا، انطرونا الأسبوع القادم لنحكي عن المعتقدات الخاطئة والشائعة بين الناس بخصوص التحسس الغذائي، وكمان عن الحلول وطرق الوقاية والعلاج. ضلكم بخير وبشوفكم الأسبوع الجاي.